الصيف. وي وي المركب هذايا جاي من ايطاليا. المركب هذايا متعود كل عام ولا عامين يجي بحذانا للتزود. ايطالي مش سعودي معناتها؟ لا لا لا، هو كان في ايطاليا من الجنسيه نتاع اليخت سعوديه. سعودي واضح، هي جاي من ايطاليا الى تونس. هاي وي اسمه المملكه اليخت هذايا. طبعا في الدخول نتاعو الربان نتاع المركب فقد السيطره على المركب. دخل بسرعة عالية شوية. اصطدم بالرصيف. اصطدم بالرصيف، فما توا عينا بعض الأضرار احنا الدوفي. وإن شاء الله فهمتني التقارير النهائية، فهمتني في إطار الأعداد، في انتظار الخبراء اللي باش يجيو يعاينوا الأضرار سواء لليخت وسواء للميناء. معنى الأضرار مشتركة بين اليخت ولا والرصيف؟ هو بالعين المجردة حتى تصور يتم انتشارا، فما تكسير في الرصيف وفما هكا معناتها أضرار ملوطة في اليخت هذايا. في مثل هذه الحالات معناتها نطلعوا شوية على القوانين ونعرفوا شوية الإجراءات سي محمد علي، في مثل هذه الحوادث شكون يتحمل المسؤولية في الوضعية هذه؟ صاحب اليخت ولا شكون بالضبط؟ هو راهو في الحوادث هذه هو اللي ديما يتحمل المسؤولية، هو ربان اليخت، هو الربان القائد نتاع اليخت، هو المسؤول الاول والاخير على المركب نتاعو. معناتها اذا كان فما خسائر ماديه، اذا كان فما تعويضات، الكلها يتحملها الربان نتاع المركب هذا. بون مش الربان، مي المجهز نتاعو، اليخوت هذوما مش الاكثريه، معناها كلهم عندهم التأمين نتاعهم الخاص على الحوادث هذه الكل، معناها سواء الحوادث اللي في البحر، معناها لاسيرونس تخلص. لاسيرونس هي نتاعو هي اللي تخلص. ان شاء الله ما تطلعش كيما ليزاسيرونس نتاعنا نستناو بالعام والعامين، ولا لا؟ ان شاء الله لا، احنا نقولوا ان شاء الله لا، باش نشوفوا احنا تو باش نقيموا الخسائر اللي عندنا اللي موجوده. وباش نتصلوا، باش نبداوا الاجراءات الاداريه نتاعنا، وباش نتصلوا بالمجهز وباش نشوفوا معاه ايش باش يخلص الخسائر اللي باش يقيموها الخبراء، ولا كان مش باش يخلص نمشيو للمرحله الثانيه هي التقاضي العدلي وكهو. الاجراءات القانونيه معناتها. الاجراءات القانونيه، احنا اهم حاجه اللي هي الاضرار جات في الرصيف وفي المركبه كهو، ما عندناش اضرار ماديه ولا بشريه الحمد لله. ما عندناش اضرار بشريه، الاضرار الكل ماديه، والمركب سي معناها تم التامين نتاعو، ما فيش حتى تسرب مائي، امناه وربطناه على الرصيف معناها بصفة عادية انتظار الإجراءات اللي باش تصير الكل بعد، معناها إجراءات عادية هذيك روتينية يعرفوها معناها اللي في الميدان الكل والخبراء والناس الكل تعرف. برشا يخوت يدخلوا لكم للميناء معناتها يوميا ولا شهريا ولا سنويا، معناتها ناخذوا فكرة على الحركة شوية في الميناء نتاع بنزرت سي محمد علي. اي هو ميناء بنزرت راهو أكبر ميناء ترفيهي في تونس. بحكم عمق المائي نتاعو اللي هو يوصل حتى ل 8 متر، دونك الميناء بنزرت هو توا الوجهه الاولى لليخوت الكبيره اللي الطول نتاعها من 40 متر فما فوق. وبحكم الموقع الاستراتيجي نتاع بنزرت معناها نقولوا 90% 95% من اليخوت المارة على تونس كلها تدخل لبنزرت. واحنا نستقبله يوميا، معناها مش يوميا، معناها كي يبدا معناها الطقس مريقل، خاطر توسكي نافيغاسيون وروبوت يخوت وتحركات نتاعهم كثير، كان كي يبدا الطقس معناها ملائم للانشطه البحريه. دونك احنا كي يبدا الطقس مريقل معناها يوميا نستقبله في اليخوت هذه، معناها ماهيش حاجه. بمعدل قداش مثلا كي يبدا الطقس صحو بنزرت؟ يبدا الطقس صحو نستقبله المعدل معناها تو في كيما نقولوا احنا في الاوت سيزون، معناها في الموسم العالي نستقبله يوميا ما بين 8-10 يخوت، الطول نتاعهم يتراوح ما بين 15 متر حتى كش يوصلوا ل 80 متر حتى اكثر من 80 متر معناها 90 متر. هذوما يجيو الى مدينه بنزرت الجميله والهادئه بطبيعه، الناس الكل اللي تعرف بنزرت تعرف الجمال نتاع المدينه هذيا. ويجيو يقعدوا معناتها ولا جوست معناتها نقولوا احنا قضي ويامات باش التجهيز نتاع ويكملوا الثنيه نتاعهم، معناتها شنو هي نوعيه اصحاب اليخوت اللي يجيونا معناتها لتونس؟ والله عندنا يعني النوعيات الكل، معناتها بالنسبه للمراكب الصغيره اصحاب اليخوت هما اللي يجي ويعديوا مده تتراوح من اسبوع حتى كش يقعدوا بحذانا لمده سنه كامله كي تعجبهم معناها المدينه وتعجبهم تونس ككل، ويحطوا المراكب نتاعهم في الميناء ويمشيوا ويدوروا في تونس ككل. وبالنسبه للمراكب الكبيره معناها المكثرين المراكب الكبيره تجي فيها الطواقم
فهمتني؟ للتزود ولا باش يرتاحوا نهارين ثلاثة أيام أربع أيام أنت ولي كونديسيون ميتيرولوجيك ولا شنو البرنامج نتاع المركب باش يمشي عنده ديستيناسيون، خاطر المركب الكبيرة هذية ما تركحش معناها ما تربطش بالمواني سيف كامل معناها في البحر أي في البحر نافيغي عندهم لي زانفيتي نتاعهم عندهم لي كليون نتاعهم يخرجوا بهم سواء المالك سواء معناها الزبائن نتاعهم. واضح، شكرا لك، عطيتنا فكره مزيانه على الميناء نتاع بنزرت، الميناء الترفيهي في بنزرت اللي هو من اكبر ميناء ترفيهي في تونس واللي هو تقريبا اكثر اليخوت السياحيه تجي على الميناء هذايا. شكرا لك سي محمد علي بن عمار، يفضلك، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، تحيه لكل المتسكنين.